السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة لي تعليق صغير على فيديو لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. كان بعنوان الفيديو المارد صحي، وان لما حصلت مظاهرات، رغم ان المظاهرات دي على فكرة دي كانت مظاهرات مصرح بها امنيا. المهم خلينا في موضوعنا، انه قال حتى انا لقيت ان لازم اقف عندها. ايه هي؟ انه قال انا كمصري امريكي، السفارة الامريكية في ثلاث بلدان اللي هم مصر ولبنان وتركيا بعتوا لي تحذيرات ان هيبقى في مظاهرة او مظاهرات في مصر. وطبعا هذا الذي قاله الأستاذ وائل طبعا عشان يصدر للبسطاء قد ايه أمريكا بتهتم برعاياها سواء كان داخل أو خارج مصر. وطبعا هذه خرافة من العيار الثقيل، لأن أنا نفسي هو مصري أمريكي، ما تبعتليش أي إيميل أو تحذير من وجود مظاهرات في مصر. كل الأمريكان المصريين والأمريكان غير المصريين كلهم قالوا لي، سواء كانوا في أمريكا ولا في مصر، قالوا لي إن ما تبعت لهمش الإيميلات دي، ولا اتبعت لهم تكست مسج، ولا اتبعت لهم أي تحذير من أي نوع. فإشمعنا يا أخوانا هذه التحذيرات ما بتجيش غير لأستاذنا وائل الصديقي؟ دي نقطة أنا بصراحة مش فاهمها، وأنا مش عارف هو اللي عايز يصدر هذه الخرافة للناس إن أمريكا بتهتم برعاياها خارج أمريكا لدرجة إنها بتبعت لهم تحذيرات عن طريق السفارة في كذا دولة محيطة. يعني هو نفسه قال إن أمريكا لو لقت مصلحتها في واحد غير أمريكي هتهتم بيه أكتر من المواطن الأمريكي نفسه، فهو بكده ناقض نفسه مع ما قاله في فيديو آخر. هو في فيديو آخر قال إيه؟ إن أمريكا لو ليها مصلحة مع واحد غير أمريكي الجنسية هتهتم بيه أكتر من واحد أوريدي معاه الجنسية الأمريكية. فما تجيش بقى بعد كده تصدر للبسطاء خرافة ان امريكا بتهتم بالامريكان المصريين اللي زي جنابك، وبتبعت لهم تحذيرات من السفارة الامريكية في لبنان وتركيا ومصر. تحذير من ايه؟ من ان هيبقى في ضرب نار؟ لا، من وجود مظاهرات سلمية في مصر مصرح بها امنيا. وقال ايه يا جماعة؟ بقوا بيخافوا منكم يا جماعة. فأرجو ان احنا يا اخواننا نضع الامور في نصابها، ولا نتجه لتقديس اي بلد. حتى لو انت كنت بتحب هذا البلد فلا تزينها بالاكاذيب ولا بالمجاملات ولا بالمبالغات. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.